مرحبا، أنا سوزانا. اليوم رح أعلمكم كيف تعملوا كتير إكسبيرمنت سهلة وممتعة بنفس الوقت ويامي لكل الأولاد اللي بيحبوا سكيتلز. كل شيء رح نحتاجه اليوم سكيتلز، وارم ووتر، مي دافية، وصحن. اللي رح نعمله إنه نحط السكيتلز ونرتبهم على شكل قوس قزح as a rainbow. بعد ما نرتبهم ونجهزهم، please mommies and daddies ساعدوا أولادكم يعملون أو خلوهم يستمتعوا إنه يأكلوا السكيتلز ويعملوا الإكسبيريمنت. بعد ما حطيناهم كلياتهم بس للبيت، الإكسترا فينا نحن نأكله. بدنا ناخد المي، المي لازم تكون دافية فاترة وارم. حطها بنص الصحن، حطها شوي وننطر لبين ما يبلشوا الألوان يجوا. بهاي الطريقة رح نتعلم الألوان أصفر، أحمر، أخضر، ورح نتعلم كيف بنعمل رينبو. تجربة كتير بسيطة، كتير حلوة، كتير ممتعة للأطفال وللبارنتس as well. Hopefully you will enjoy it. رح تحبوها، رح تنبسطوا فيها، رح تستمتعوا فيها. كتير experiment سهلة وكتير ممتعة، وكتير الأولاد رح يحبوها، رح يتعلموا الألوان ورح يتعلموا كيف نشكل رينبو بالبيت.